يرتفع الدولار تتدهور قيمة العملة الوطنية، ينخفض الدولار لا ترتفع قيمتها، معادلة تختصر المشهدية النقدية. انا برايي يطبعوا بدل مليون ليره ورقه، يعني تضخم تضخم اي خربان. كل شيء معشر قيمه بهالبلد، ما في قيمه بعد للمصاري. اللبناني صار يعني ايش بدي لك بالارض؟ اكيد راح يبلشوا يطبعوا بنشوف قريبا مليون ليره بالسوق. بنتي اذا بعطيها 10,000 بتترقى بوجهي، بطل تقبل فيها. الالف كانت تشيلهم 4 اغراض، ال10,000 انجح تشيلهم 2 غرض. هلا طباعة الأوراق النقدية باتت لزوم ما لا يلزم مع ارتفاع سعر صرف الدولار، فكلفة طباعة العملة المحلية في مصر في لبنان باتت أكثر من قيمتها في الأسواق. كلفة العملة كطباعة طب عادة بتكون هي كمان مستوردة من الخارج، يعني بتحتسب بالدولار. مع ارتفاع سعر الدولار أو انخفاض قيمة الليرة الدينية اللي هي راحت فوق 1000%، أكيد أكيد صارت كتير مكلفة. ومثل ما ذكرت، نوع من أنه اللزوم ما لا يلزم. هلأ النقطة المهمة بدنا نقولها أنه كلفة الطباعة هي مش بس الوراق والحبر أو الديزاين، هي كمان قديش بالسنوات، كم سنة الورقة عندها حياة. يعني ورقة العملة فيها تكون بعض البلدان 5 أو 6 سنين أو 7 سنين، وقديش بتجيب فوائد. ونحن شفنا ما بقى فيها نعمل أي توقعات مستقبلية. فهل يكون الحل بطباعة عملات ورقية أخرى كالمليون؟ لما بنكون نحن ببلد ارتفاع الدولار عم بيرتفع كل الوقت، سعر الدولار عم بيرتفع كل الوقت، وما عم نشوف نحن أي أفق أو أي حل، هيدا المليون ممكن يكون كتير مؤقت. بدل ما تحمل 10 ورق 100,000، يعني ما بقى بيعملوا شيء، بتحمل ورقة واحدة مثلا مليون بس. بس حيضل الدولار عم بيرتفع طالما ما لقينا حل يعني يوقف ارتفاع سعر الدولار. ساعتها حيصيرين عمل يمكن ورقة 10 مليون، بس إنه أكيد بالوقت الحالي ياريت بيصير في ورقة المليون ليرة، ولو إنه نفسيا بتلعب دور كتير سلبي. وأكدت منصور صعوبة عودة الثقة إلى الليرة اللبنانية في المرحلة المقبلة. ولا يمكن تستعد الثقة بالليرة اللبنانية، لأنه حتى بأحلى أيام لبنان، حتى بأحلى أيام وقتها كان في نمو اقتصادي 6 و7 و8 و9% نمو بلبنان، وكان في سلام واللي بدك إياه، وما في أي أزمات سياسية وأمن و كانت الثقة على الليرة اللبنانية غير موجودة. واللي بيعبر على كلمة الثقة بالعملة الوطنية دائما هي نسبة الدولار. نسبة الدولار بطريقة كتير مبسطة هي لا ثقة بالعملة الوطنية، يعني قديش فيه لا ثقة. كان دايما نسبة الدولار فوق 65%، يعني كان دايما اللا ثقة بالليرة اللبنانية هي فوق 65%. وأساسا هذا جيت بس عم بعطيك إكزامبل، أما علميا واقتصاديا ونظريا ما في شيء اسمه نرجع نحيا عملة وطنية. هالقد صار لأربعين سنة ما في ثقة، وفاتت بأزمة سعر الصرف، هذا اللي بيعترف تحت شيء اسمه هيستيريسيس إفكت، ولا يمكن تصير. العملات الورقية موجودة في الأسواق، لكن ثقة الداخل والخارج غائبة وقدرتها الشرائية مغيبة، فهل ستعود الليرة إلى مجدها يوما ما؟